تشير أرقام مصرف لبنان إلى ارتفاع كبير في حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق اللبناني، أي ما يعرف بالأموان، من حوالي 12 ألف مليار ليرة خلال أكتوبر 2019 إلى ما يفوق 30 ألف مليار ليرة خلال سبتمبر 2020. إن ارتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية مترافقة مع شح الدولار يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية، الأمر الذي يفاقم ارتفاع الأسعار أكثر ويزيد التضخم ويؤدي إلى خروجه عن السيطرة. المرحلة الأخيرة والتي قد بدأناها في لبنان منذ فترة ليست قليلة في مرحلة الركود التضخمي، الحالة الاقتصادية التي عادة ما تترافق مع انتشار كبير للبطالة والفقر وارتفاع معدلاتها بشكل مضطرد. هذا الارتفاع في الأسعار عندما يطال المواد الأساسية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها فإنها تؤدي إلى التضخم وتدخل الاقتصاد في دوامة يصعب عليه لاحقا كسرها والخروج منها، لأنها تبدأ بتغذية نفسها بنفسها. الحل الوحيد لإخضاع التضخم وكسر هذه الدائرة المفرغة هو بالتوقف عن طبع الليرة، بالرغم من أن لذلك مآسي اقتصادية أخرى، ولكن أعتقد أنها تبقى أقل ثمنا من الاستمرار فيه على ما نحن عليه.